Well, it's interesting. Also, Oromo has by Oromo la bawchochim yo problem kallacho malet ahun lemsale gibsayan bezi video ahun lemtayut video President Morsi ba abaye gidib la yeneberon chiker bemiwa yubet gize be TV በድንገት ወጣባቸውና ሚስጥራቸው ተላለፈ። የሚተላለፈበት ጊዜ እንደምታዩት የኦሮሞዎችን መጠቀም ፈለጉ አሁንም ማለት ነው። እና ኦሮሞ ህዝብ መጤ ህዝብ በመሆኑ ምክንያት ለኢትዮጵያ አሪፍ መሳሪያ ነው። ማለት ኢትዮጵያን ለመወቅዳት foreigners አይሙ የውጭ አገሮች የሚጠቀሙባቸው ህዝቦች ኦሮሞን ነው እና አሁን በዚሁ አሁን የተናገርኩት conspiracy ነው ናውን ይባልች ይችላል ስለዚህ እዩት እናንተ ራሳችሁ እዩትና ነዋይ ይበታለን ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ واضح ان كل الخيارات مطروحه وكل الخيارات سندعمها ولكن بالتدرج المطلوب اذا لم تصلح الدبلوماسيه ولم لا الدبلوماسيه سنلجا للقانون الدولي والتحكيم اذا لم يجع ذلك سنلجا الى كل الخيارات التي يمكن ان يتصورها احد للحفاظ على امننا المائي لان الامن المائي يساوي بالنسبه لنا زي ما بقول موضوع حياه او موت ونعتقد احنا كحزب النور ان موافقه مصر على قامه السد ده يعتبر خطا استراتيجي خطير لانه سيجعل اثيوبيا من ورائها اسرائيل وامريكا كورقه ضغط قاتله على مصر كذلك استخدام اوراق ضغط مثل في هناك شعب الاورمو 35% من سكان اثيوبيا ولديهم جبهة تحرير اسمها جبهة تحرير أورمو للجبهة الداخلية لأثيوبيا في منتهى الضعف جبهة هشة وكذلك جبهة تحرير الأوجاديل يمكن دعمهم وتعتبر دي ورقة ضغط على الحكومة الأثيوبية إذا فشلت كل هذه المحاولات فلا خيار أن احنا ممكن نستخدم آخر الأوراق عن طريق الاستعانة بالمخابرات لهدم اي سد يقام اذا كان فيه هذه الخطوره المحققه على مصر لان بعض الخبراء قالوا ان بناء هذا السد يعتبر حاله اعلان حرب على مصر. انا اذكر ان وزير خارجيه اثيوبيا جاء الى مصر وسخر منا من الشعب المصري وقال النيل لجته اجنحه ليطير الى اسرائيل. لكن الشعب المصري واي شعب يعرف ان النيل يمكن ان تكون له اجنحه تحت الارض في انابيب تمر تحت المياه البحر الاحمر وهذا ممكن جدا وهناك دول كثيره تستورد المياه عبر المواسير وده الكلام اللي معرفش المفروض يتقال ولا لا لكن المجتمع الاثيوبي كما اشار بعض الزملاء في متناقضات كثيره في قوى سياسيه كثيره في تغيرات متوقعه يمكن التعامل معها احنا مش محتاجين سفاره في اثيوبيا احنا محتاجين فريق عمل في اثيوبيا سياسي مخابراتي بكافه اشكال التعامل مع الواقع الاثيوبي يجب ان يكون لنا دور فيه واعتقد ان ده حجم الانفاق عليه اقل بكثير جدا مما سينفق في مجالات اخرى لتدارك الاخطار احنا محتاجين نقيم اتصال وتاثير مباشر وتدخل في الشان الداخلي الصحف الاثيوبيه على طول مفيش خيار عسكري وان مصر ما عندهاش امكانيات لا طيارات ولا صواريخ والسودان مش هتسمح والموقف السوداني الحقيقه يقرف لانه اقل بكثير جدا مما كان ينبغي لكن خليني اقول لحضرتك
ان نقدر نسرب معلومات على سبيل المعلومات الاستخباراتيه ان مصر بتسعى لشراء نوع معين من الطائرات لتزويد الطائرات في الجو، ان مصر بتسعى الى كذا. هذا الضغط حتى ولو لم يكن واقعي لكن هيوصل لنتيجه في المسار الدبلوماسي.